ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الأطفال. أهلا بالشرطي. أهلا. سمعنا إن عندكم ولد صغير ما هو راضي ياكل. والله سمعك زين. وش اسمه؟ اسمه حنظل. وليش ما يبي ياكل؟ مش عارف يا أخوي، بطنه بيوجعه. لا ترى ما ياكل زين، مو بشاطر، ما يحب يصير قوي وبطل. ما وليش ما هو، يبي ياكل ترى بنيجي وبناخذه. أما ما هو زين، ما هو زين. نجي؟ معلوم، تعالوا. وين نجي؟ أنتوا وين ساكنين؟ ساكنين في البادية يا معلم. خير، دام ما يبي ياكل الحين نجي بناخذه. دايما خير. علمونا عشان لا نجي. لا لا، نحن بنعلمك. انتو تعالوا تعالوا تعالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الأطفال. أهلا أهلا. سمعنا إن عندكم ولد صغير مش مؤدب. مظبوط. وبيكذب. وبكذب. شو اسمه محمود. وليش بيكذب؟ بيضحك علينا وبيكذب علينا. ترى اللي بيكذب احنا بنيجي وبناخده. معلوم، تعالوا خذوه. تعالوا معلوم. وين ساكنين؟ ساكنين في البيت. تمام. ما دام هو ما بده يسمع الكلام ويصير مؤدب ويقول الحقيقة، احنا جايين ناخده، بس إذا سمع الكلام وصار شاطر احكونا. لا لا، بشرفك تعال خذه وحطه 10 15 سنة في الحبس وريحونا منه بشرفك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك شرطة الأطفال. أهلا يا باشا. سمعنا إن عندكم بنت صغيرة مشاغبة ومش عايزة تروح البيت. وأي مشاغبة؟ وأي مشاغبة؟ اسمها لوزة. وهي ليه مش عايزة تروح؟ ما بتسمعش كلامي باباها. اللي ما بتسمعش كلام باباها ومامتها وتروح على طول مش شاطرة، ولو مش هتروح دلوقتي هنيجي ناخدها. نيجي؟ تعالوا خذوها. انتوا ساكنين فين؟ ساكنين في الترعة. طيب، طالما هي مش عايزة تروح البيت هنيجي ناخدها، بس لو روحت قولولنا عشان ما نجيش. من شان الله تيجي تاخذوها، من شان الله تيجي تاخذوها يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الأطفال. أهلا بالشرطي. أنا عندكم ولد صغير شاطر كثير كثير كثير. زيك زيك مثلك. زيك زيك شاطر. اسمه مهند. وهلا بده يروح على المدرسة؟ مش ناوي. ترى اللي شاطر وبروح على المدرسة وبحب المدرسة دائما احنا بنحبه، وكمان بنجيب له أحلى هدية، وإذا دائما بسمع الكلام بنحكي لأمه وأبوه يجيبوا له لعبة كثير حلوة. أنت وين ساكنين؟ لا هي صعبة، هاي ساكنين بين المدينتين. برافو عليك. مع السلامة. سلمك. جيب له هدية ما تنساش، ولو ما انت وعدت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الأطفال. أهلا بالشرطي. أهلا يا هلا. جاني خبر من عندكم ولد صغير ما هو راضي ينام. مضبوط 100%. أيوه، شو اسمه؟ شو اسمه؟ راضي ينام. مش راضي يرد على أهله. لا ترى اللي ما هو ينام ما هو بشاطر. ما ينام ترى بنيجي بناخذه. مش راضي ينام. وتعال خذوه، تعال اركض. انت وين ساكنين؟ ساكنين في الصحراء. خير خير، جماعة ما هو بينام نجي بناخذه. مش راضي ينام، مش راضي ينام يا معلم. يا شرطي، ان شاء الله تيجي تاخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الأطفال. أهلا بالشرطي. أهلا. عندكم بنت صغيرة شاطرة ودائما مرتبة ونظيفة وتتحمم زي ما سمعت، شطورة. شو اسمها؟ اسمها زهرة. وهي هلا تحممت؟ ايه، فاتت الحمام بس بعد ما طلعت. حافظ على نظافتها دائما، احنا بنحبها وبنجيب لها هدية كمان، وإذا دائما تسمع الكلام نحكي لأمه وأبوها يجيبوا لها أحلى هدية. تسلم تسلم. في الطابق العلوي. تمام، برافو عليك يا شاطر. مع السلامة. بس يا عمي في الحمام هي بعد ما طلعتش، تعالوا طلعوها من شان اللي جابك. السلام عليكم. أهلين. معكم شرطة الأطفال. أهلين فيك. عندكم بنت صغيرة مشاغبة ودائما بتلعب بالألعاب وما بتضب. الصغيرة والكبيرة مشاغبة. ليش ما بدها تضب ألعابها؟ مش راضي يردوا علينا يا معلم. ترى اللي ما بتضب أغراضها وألعابها مو شاطرة. مزبوط. ما بتحب تدير بلا أغراضها، وإذا ما بدها تروح تضبهم هلا بنيجي. والله بتيجي تعمل معروف. طيب أنتوا وين ساكنين؟ ساكنين في الطبق العلوي. تمام. مادام هي ما بدها تروح تضبهم هلا بنيجي، بس اذا راح تضبهم احكونا علشان ما نيجي. ما تتاخرش، ضب الكبيره وضب لي صغيري بشرفك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم شرطة الاطفال. اهلينك اهلين. عندكم ولد صغير
عامل مشاكل وما بتروح على البيت. يا زلمة مغلبنا مشيبنا اسمه وليد. وليش ما بتروح على البيت؟ مش راضي يرد علينا. لا ترى ما بسمع كلام ابوه وامه ما بروح على البيت. هلا بيجوا بناخذه. معلوم بيجي. معلوم تعال. توجهني. انا مستناك. سكني في القرية. طيب ما دام هو ما بده يروح على البيت. ايوه. بس اذا روح. طيب. يكون علشان ما نيجي. لا انا فكرة تيجوا لانه مش راح اروح. يلا يا شرطي بخاطرك.